شارك عدد كبير من النجوم الفنانين في احتفالية تهدف لدعم السياحة المصرية. وقيمة الاحتفالية من أيام تحت عنوان ادعم سياحة بلدك، وكاميرا عرب وود كانت هناك وقابلت الفنانين اللي شاركوا في الاحتفالية في لقاءات حصرية. اللهم احمدك واشكر فضلك. أنا دوري للمجتمعي مهم جدا، وحتى يمكن أعمالي الأخيرة كلها متوجهة لخدمة المجتمع، لأن ما ينفعش يبقى أنت مجتمعك بيمر بكبوة وأنت ما بتبقاش عندك العنصر التوعوي أو المعنوي، دورك الإيجابي الفاعل إنك تعمله، وتعمله وأنت مرتاح، وتعمله وأنت فاهم، وتعمله وأنت ترجع تاني معنى القدوة الحقيقية لشبابنا اللي بدأ كله بيحاول دلوقتي يتفتت أو يتقسم. إطلاقا مصر الجديدة جاية بشبابها، جاية بوعي راقي مرموق بأفكار مرتبة، والدليل كده إن في شركات وفي ناس قدوة بتحاول تبني للأفضل والأحسن، وإحنا شايفين تطور والتطور أفضل. وكمان شارك في الحفل الفنان هشام عباس، واللي بيحضر في الوقت الحالي الألبوم الجديد هينزل بيه في الفترة اللي جاية. بدعم السياحة لأنها السياحة من الموارد المهمة جدا لبلدنا، ويعني أقدر أعمل أي حاجة، وجودي لو وجودي هيبقى فيه فايدة للمبادرة فأنا موجود، ولو عايزين رأيي في أي حاجة أنا هقول رأيي، ولو محتاجين مني أي أغنية هعمل أغنية لها معنى معين لو هم عايزين. مشاركة الفنانين في الاحتفالية ما كانتش مقتصرة على الفنانين المصريين بس، لأن كمان كان في حضور فني عربي كبير قوي. أنا موجود في مصر وأتشرف بدعوتي لحضور هذه المبادرة، مصر رسالة سلام للعالم، مصر بلدنا، مصر حبيبتنا، مصر بلد كل العرب، مصر احتضنت الكل، مصر فعلا رسالة محبة ورسالة سلام لكل البلدان العربية.